نرجع للداتابيس السريع ونبني الاشي اللي سويناه هلا. خلينا اعمل كلوز لكل اشي. يس فايل كلوز. اوكي طبعا برنامج الاكسس خلينا نشوف اول شيء كيف نفتحه. نروح على الستارت، نختار ايكون الاكسس 2013، بيفتح عندنا البرنامج. بطلب منه طبعا بيعطينا عدة خيارات، عدة تمبلتس، بس أنا لا بدي التمبلت الأساسي اللي هو بلانك ديسكتوب داتابيس، بدي داتابيس فاضي أنا أبني. So we start with blank desktop database. بسألني شو بدك اسم الداتابيس، أعطيه الاسم بدي إياه، بدي أسميه test company، شركة تجريبية company. Okay create. تمام، زي ما انتم شايفين بفتح لي الواجهة الأساسية للبرنامج. الواجهة الأساسية بتتكون من الأوبجكتس، هنعرف لقدام شو هي الأوبجكتس. هون الأوبجكتس كل إشي أنا ببنيه بنحط هون، تيبلز، كويريز، فورمز، كلياته بنحط هون. طبعا لقدام رح نفهم كل هالشغلات شو هي. على اليمين في عندي الفيو اللي فيها الشغل تبعي، الداتا شيت والديزاين. شو عندي داتا شيت، شو عندي ديزاين، هلا رح نفهم. الداتا شيت هو المكان اللي بضيف فيه البيانات، داتا انتري ادخال بيانات، هذا الكلام بكون بالداتا شيت فيو. كيف بعرف اني على الداتا شيت فيو؟ بكل بساطه بطلع تحت مكتوب داتا شيت فيو. شغله ثانيه هون بكون في عندي ريفيو الاخر، يعني هلا الداتا شيت فيو هون الديزاين فيو بكون ظاهر، لما اكون على الديزاين فيو راح يكون الداتا شيت هو اللي ظاهر. تمام، هلا بدي اروح على الديزاين فيو عشان ابني التيبل تبعتي. زي ما انتم شايفين هون التيبل مش مبنيه، التيبل زي شو حكينا، زي الامبلوي، زي السيتيزن، الكينونات اللي موجوده جوا داتابيس او الجداول الموجوده جوا الداتابيس. سو ليت ستارت. هلا هون بنروح على الديزاين، بيسالني بيقول لي اوكي انت رح تعمل ديزاين لهي التيبل، طب شو اسمها؟ طبعا احنا قبل شوي حكينا امبلوي صح؟ امبلوي نعمل اوكي. طيب هيك دخلنا وين احنا؟ بالديزاين فيو. اذا بتلاحظوا الداتا شيت صارت هون زي ما حكينا، لما اروح على الداتا شيت الديزاين بتظهر، لما اروح على الديزاين الداتا شيت بتظهر. طيب وكمان مكتوب زي ما انتم شايفين ديزاين فيو تحت، فما بنتلخبط. قلنا الشغله الاساسيه بالداتابيس انه كل تيبل له ايش؟ برايمري كي، مفتاح رئيسي، والمفتاح الرئيسي شرطه انه ايش؟ ما بتكرر. هاي شغله جدا مهمه. فزي ما انتم شايفين هو اوريدي معطيني مفتاح رئيسي وحاط جنبه علامه المفتاح، تمام، مسميه اي دي، انا راح اتركه زي ما هو. والنوع تبعه اوتو نمبر. شو يعني اوتو نمبر؟ يعني رقم بزيد لحاله، كل ما زيد سطر جديد او كل ما زيد ريكورد جديد عم بزيد لحاله الرقم عشان يضمن انه ما يتكرر. طيب شو من خصائص الموظف؟ احنا سمينا هذا التيبل امبلوي، طب شو من خصائص الموظف؟ اكيد اسمه، ما في موظف ما له اسم. طيب نوعه ايش؟ هذا بيسالني اياه. قلنا الاي دي، قلنا المفتاح الرئيسي نوعه اوتو نمبر عشان بدي اياه يزيد وما يتكرر. طيب النيم نوعه ايش؟ اكيد بيكون تكست، نص، ما راح يكون رقم. طيب اللي بعديه في عندنا الموظف شو له كمان؟ شيء طبيعي له سالري، له راتب. على الجنب شو النوع تبعه؟ الراتب اكيد ما راح يكون نص، راح يكون ايش؟ عمله، مصاري. فبنفتح القائمه عندنا هون وبنختار هون الاشي اللي له دخل بالعمله او المصاري اللي هي الكرنسي، نكبس عليه. شو في شغلات كمان مهمه؟ مثلا الفون، فون نمبر، فون نمبر راح يكون تكست. في ناس راح يقول لا لازم يكون نمبر، انا بحكي لكم لا، الفون لازم تكست. السبب سببين. اول شغله انه الفون راح يكون فيه رموز زي بلس، زي الهايفن، اكثر من رمز ممكن يستخدم جوا الفون، فما بزبط يكون نمبر. شغله ثانيه الفون از نوت ا نمبر ريلي. ليش؟ لانه عمركم شفتوا حدا بيجمع رقمه لرقم صديقه مثلا؟ عمركم شفتوا حدا بيطرح رقمه من رقم اخر؟ سو اتس نوت ريلي ا نمبر، لانه ما بنعمل عليه عمليات حسابيه. النمبر هو اللي بنعمل عليه عمليات حسابيه. سو عشان هيك الفون نعتبره ايش؟ تكست. طيب شو في عندي كمان شغلات ممكن؟ الديت اوف بيرث، تاريخ ميلاده.
date of birth. date of birth شو نوعه؟ أكيد ما راح يكون text. شو راح يكون؟ راح يكون عنا date and time. تمام؟ بنسيف الشغل تبعنا. خلصنا. بدنا نسوي table تاني اللي هي table البرانشز الأفرع تبعت هاي الشركة. So عشان نسوي كمان table نروح على create نختار table بعملنا table جديدة. أول شغلة بنسويها قبل ما ندخل بيانات لازم نروح على design view لأنه ما في حدا بالدنيا بده يدخل بيانات على table فاضي. table ما إلها structure أصلا ما إلها بناية ما في columns ما في إشي. فلازم أروح على design وبسميه branch. طيب عندي البرانش ما بدي اسميها اي دي بدي اسميها برانش اي دي مثلا. في عندي مشكله؟ اكيد ما عندي مشكله بقدر اكتب اللي بدي اياه وباي لغه بدي اياها مش شرط بالانجليزي ممكن اكتب بالعربي كمان. سو برانش اي دي ونوعه اوتو نمبر اوتو نمبر. نيكست البرانش له سيتي له مدينه موجود فيها هري شورت تكست له رقم تليفون طبعا له رقم تليفون خليه فوق شورت تكست. عنده تاريخ الانشاء ديت اوف استابليشمنت مثلا او ديت لو تاريخ فتح الفرع وراح نخليه طبعا ديت شيء طبيعي. تمام. طيب هلا انا عندي تو تيبلز هاي بنسيفهم نحط فيهم معلومات على السريع. نيم راح احط مثلا اي كلام هاشم السالري مثلا خلينا نحط اوكي الفون نحط اي رقم ديت اوف بيرث اختار اي تاريخ موظف اللي بعده احط اي رقم احط اي تاريخ شامل تمام. هاي عبينا شوية بيانات. خلينا نسوي فرعين للشركة هاي مثلا. الفرع الأول موجود في عمان الرقم تبعه كذا date of establishment whatever. الفرع الثاني موجود في دبي الرقم تبعه كذا date of establishment كذا. تمام تمام من هالأمور كلياتها 100%. طب في ناس راح يقولي هلا أوكي أنت هلا عملت برانش وعملت employee طب وين الربط بينهم؟ أنا كيف بدي أعرف هذا الموظف موجود بأي فرع؟ سؤال منطقي. هلا المفروض جنب كل موظف نحط على معلومات الفرع. يعني هون أحط جنب هذا الموظف إنه هذا بيشتغل بالفرع رقمه كذا والموجود بالسيتي كذا واللي موجود واللي ديت أوف استابلشمنت هيك هيك والفون هيك هيك تمام؟ فهذا هو اللي بدنا نبعد عنه. حاليا إحنا ما بدنا نسوي هيك ما بنحط كل المعلومات. إحنا بس بدنا نحط المفتاح الرئيسي للتيبل الثاني.